يا اهلا بكل حضراتكم، عوده مره ثانيه لاولى فقراتنا الحواريه في حلقه النهارده من 10 الصبح في الاهلي. ودي الفقره اللي هنتكلم فيها عن تقنيه وتكنولوجيا الملاعب في انجلترا والمقارنه بينها وبين تكنولوجيا الملاعب الموجوده في ملاعبنا المصريه. احنا واصلين لفين في التطورات العلميه المتعلقه بهذا الملف بالتحديد؟ للاجابه على كل هذه الاسئله منورنا الباشمهندس سيد فاروق، وهو نائب رئيس قسم التكنولوجيا السابق بنادي مانشستر يونايتد. صباح الفل يا فندم. صباح الخير. اهلا بيك. اهلا بيك واهلا بالساده المشاهدين والمشاهدين الكرام. نورنا في 10 الصبح في قناه الاهلي، واكيد جمهور الاهلي دلوقتي مهتم ان هو يعني يعرف اكتر عن فكره هنا تقنيه الملاعب والتكنولوجيا اللي دخلت، اللي اكيد بتؤثر بشكل كبير جدا على عديد من النقاط في هذه المنظومه اصلا. فخلينا نبدا مع حضرتك كده ونتكلم يعني ايه تقنيه وتكنولوجيا، وقبل ما نخش على الفرق لان الفروقات اكيد هتكون كتيره جدا. اتفضل. طيب التكنولوجيا موجوده في كل حاجه دلوقتي في حياتنا، تمام؟ موضوع الرقمنه بيمشي في كل حاجه. اللي حاصل ان الانديه في انجلترا او في اوروبا في العموم هي عباره عن بيزنس ورياضه. البيزنس بيحتاج تكنولوجي والرياضه بتحتاج تكنولوجي. فلو بصينا مثلا على نادي كره القدم مثلا في البريمير ليج، بيبقى مقسوم لاربعه بيلرز كده، كل بيلر بتبقى مخصوصه بحاجه معينه. البيلر الاولانيه او يعني السكشن الاولاني ده بيبقى للرياضه، في السكشن الثاني ده بيبقى للاستاد والتكنولوجي بتاعته، والسكشن الثالث ده بيبقى حاجه للريتيل والاي كوميرس وحاجات زي كده عشان تبيع الابارل والكلام ده، والبيلر الرابع ده بيبقى للباك اوفيس اللي هو زي اي بيزنس عادي. فلو بصينا للنادي هتلاقي ان حته الرياضه ده بيبقى فيها حوالي 13 سيستم بيستخدمهم فرقه الكوره. ال 13 نظام دولت في منهم انظمه للناس النيوتريشن اللي هم متخصصي الاغذيه، المتخصصين النفسيين اللي هم احنا بنسميهم اللايف كوتش يعني. زائد بقى الحكايه بتاعت الاناليسيز والتاكتكس والكلام ده والفيديو اناليسيز، في حاجات تانية بتبقى مخصوصه للادوات، في حاجات تانية بتبقى مخصوصة لحجز الملاعب للتدريبات، لأن كل نادي هناك بيبقى عنده مثلا 13-14 ملعب بيتقسم على الأكاديمية والفريق الأول. والسكشنز اللي حضرتك بتتكلم عليهم، أنت بتتكلم على التكنولوجيا الخاصة بكل عنوان منهم على حدة. كل حاجة منهم ليها التكنولوجيا بتاعتها. بالظبط. أوكي. كويس. فرقه الكوره نفسها بتستخدم تكنولوجيا كتير، يعني انت دلوقتي بتشوف اللعيبه بتلبس فيست كده وبيبقى في جهاز كده صغير. مظبوط. ده احنا بنعمل بيه التليمتري اللي هو احنا بنشوف نقيس بيه النبضات تقريبا وكده. وبنقيس بيه كمان الحركه بتاعه اللاعب، يعني لازم كل مباراه المعد البدني او الراجل المسؤول يعني عن البدنيات لازم يشوف كل لاعب جري كام سبرنت، كل سبرنت كان سرعته قد ايه، فضل في السرعه القصوى قد ايه، وبعد كده بدا يعمل سبرنت تاني امتى. كل ده بيتحسب من خلال الجهاز الصغير اللي بيكون متثبت في التيشيرت. بالظبط كده. تمام. كويس. ده غير ان في تقنيات تانية، يعني دلوقتي في تتبع من خلال البرودكاستنج، يعني بتحط كاميرا بس وبتشوف التتبع بتاع اللعيبه والكلام ده. الحاجات ديت بتفرق كتير قوي، يعني مثلا لو حد مثلا من الجهاز الفني بيبقى مخصوص للجزء ده فبيشوف الحاجات بتاعت التاكتكس، الفرقه كلها بتتحرك ازاي. يعني مثلا لما نشوف مثلا فرقه، يعني لو بتتفرج على ماتش في التلفزيون انت بتشوف الجزء اللي فيه اللعيبه بس، لكن الكاميرات دي بتشوف الملعب كله، فانت لازم تبقى عارف التحركات كلها. التحركات يعني الفرقه، يعني دايما يقول لك ايه، الفرقه لازم تبقى كومباكت. كومباكت ديت اللي هي الفرقه كلها ال 11 لعيبه دول تلاقيهم في 20 متر. كويس. فالتتبع بتاع الحاجات ديت برضه ليه تكنولوجيا. يعني ده بيساعد جدا في عمليه التحليل، تحليل الاداء كمان. بالظبط. هو عمليه التحليل دي برضه هنجي لها كده كمان شويه. هحكي لحضرتك المثلث بتاع التحليل. فدي برضه ده جزء تاني في استخدام التكنولوجيا. اما بالنسبه للاستادات بيبقى في انظمه بتاعه التذاكر، انظمه السي ار ام اللي هي الكاستمر مانجمنت سيستمز، اللي بتشوفي الداتا بتاعه الناس اللي اشتروا التذاكر بتاعتك، فتقدري ازاي تسوقي لهم بعدين ان انت مثلا تعالى اشتري التيشيرت بتاعي.
لو انت عارف مثلا عيد ميلاد ابنه او بنته فتعالى احنا هنعمل لك اوفر، خد تعالى اشتري التيشيرت لابنك او بنتك. ده زي الجواهرجيه لما بيعملوا يعني هم بيعملوا كده بالظبط. بس ده مش عندنا لحد دلوقتي، خلينا بس يعني بتتكلم ان جنرال، هو ده هي دي التقنيه الحديثه ولكن لا تطبق بشكل كامل عندنا، عشان بس نبقى عارفين. هو عندنا طبعا في فجوه شويه لكن احنا بدانا فعلا ان احنا نعمل حاجات كويسه جدا. يعني انا شايف حتى في مصر هنا في شركات بدات ان هي تبقى بتنتج الديتا بتاعه الكوره. يعني عندنا شركه هنا في مصر بتغطي 70 دوري وبتبيع الداتا ديت للانديه بره. هي جزء من شركه بره كويس. لا بس غريب ان مش كل يعني مثلا تفصيله زي الجهاز اللي حضرتك بتتكلم عليه ده، خساره لو كان لسه مش موجود عندنا، لان دي هتفرق كتير جدا. وخصوصا كمان ان احنا مؤخرا بقينا نشوف اهتمامات الانديه الكبرى واتحاد الكوره يعني باي مستجدات تفيد. يعني بقى في مؤخرا حتى اهتمام مثلا بوجود اخصائي نفسي للاعبين، يمكن الموضوع ده ما كانش حاصل قبل كده. فاحنا ماشيين في سكه ان اللي ناقص بنكمله، فغريبة ان دي لسه ما وصلتناش. لا هو في حاجات كتير بدات انها تشتغل. يعني احنا عندنا هنا الشباب ما شاء الله اللي طالع الجديد كمان خريجي هندسه مهتمين جدا بحته التحليل والداتا اناليسيز والذكاء الصناعي في الكوره والكلام دوت. فانا يعني انا شخصيا قابلت منهم ناس احسن من الناس اللي بره. فعندنا شباب زي الفل وعندهم كفاءه ويقدروا ان هم يسدوا كويس في الحته دي. هو الموضوع كله بس ان احنا ايه عندنا برضو طبقه من المدربين محتاجين ان هم يطلعوا او يجددوا الاطلاع بتاعهم، بحيث ان هو الارقام والتحليلات والكلام ده هي مش حاجه دخيله على الكوره، هو جاي يكمل لك بعد مختلف خالص انت ما كنتش بتشوفه قبل كده. فبدل ما عندك بعدين بس العين المجرده والفيديو، لا بقى دلوقتي بقى عندك العين المجرده والفيديو والارقام. فده يبقى شيء برضه ممتاز. هو المدرب لازم يبص لها على او المدير الفني لازم يبص للحاجات ديت على اساس ان هي جايه تكمل المنظومه بتاعته. وبالعكس هو هيستفاد. يعني في ناس هنا في مصر ممكن يقعد يحكي لك ماتش الكوره دوت كانه بيقول شعر. دي حقيقة. طيب باشمهندس السيد، لو هروح مع حضرتك، يعني حضرتك زرت ملاعب مصر يعني المختلفة وأكيد ليك وجهة نظر فين أو وير وي ستاند من ناحية التكنولوجي. يعني دي نقطة. النقطة الثانية في تنظيم مصر 2019 لأمم أفريقيا، برضو حضرتك كنت حابب إن أنت تساهم وتواصلت مع البعض، يعني خلينا نعرف ده انتهى بإيه. طبعا هبدأ بالنقطة الثانية. اتفضل. أنا كان جالي تليفون من دكتور أشرف صبحي ونزلت هنا مصر وقعدت مع اللواء علي درويش، عملنا ميتنج حوالي 5 ساعات. حطيت فيه كل التصور بتاع حضرتك، التصورات كلها اللي هو ازاي نقدر ان احنا نستفاد من استاد القاهره سواء في ماتشات او ما فيش ماتشات. نتاج ذلك يعني بعد كده بدانا نشوف الحجرات بتاعه الهوسبيتاليتي، ان انت مثلا ممكن تخش تقعد في الغرفه بتاعتك تاكل وتشرب كانك قاعد في فندق عادي خالص، حجره اجتماعات، تطلع في البلكونه تقعد تتفرج على الماتش. فالحاجات ديت مبدئيا بتعمل انكريس للريفينيو بتاع الاستاد او المباراه. لو النادي الاهلي مثلا بيعمل عنده مباراه في الاستاد فاكيد التذاكر ديت مش زي التذاكر المقصوره. طبعا يعني مثلا تذكره المقصوره النهارده ممكن تلاقيها مثلا ب 1000 جنيه مثلا. التذكره ديت هتلاقيها ب 5 أو 6 أو 10 وحسب عدد الغرف ديت انت ممكن تعمل ريفينيو تاني خالص. يعني تعمل انكريس. الناس اللي بيقعدوا في الغرف ديت بيدفعوا حوالي تقريبا يعني من 30 لحوالي 35% من كميه الاموال اللي داخله في يوم المباراه. احنا مثلا لو بنتكلم على اولد ترافورد احنا عندنا 309 غرفه زي كده حوالين الاستاد كله. ف 309 دولت بيبقى موجود فيها حوالي 5000 بني ادم. كل غرفه بتاخد 10 12 15 حسب حجم الغرفه نفسها. في بعد ورا تحت المدرجات بيبقى في كلابس. الكلابس ديت بيبقى ليها ممبرشيب. يعني تيجي قبل المباراه بيتفتح لك الاستاد، مسموح لك ان انت تدخل الاستاد بالثلاث ساعات قبل المباراه، غير لما تكون مشجع عادي بيبقى مسموح لك بس ان انت تدخل قبلها بساعتين بس. كويس.
الساعة اللي قبليها ديت ممكن تدخل تعمل التور بتاع الاستاد، تنزل غرف الملابس وتمشي في على أرضية الملعب وتتصور وكلام ده. ميزة إضافية يعني. اه أوكي. فهو هو الفرق ما بيننا وما بين الناس اللي بره، ان الناس اللي بره بيبصوا للمباراة او يوم المباراة على اساس ان هو يوم ترفيهي للأسرة كمان واستثماري من الناحية التانية ليهم يعني. طبعا أكيد. فهو بيبقى هو لا هو بيبص يعني مقدم الخدمة هنا بيبص على الخدمة دي على أساس إن هي خدمة ترفيهية. لعيبة الكرة اللي نازلة تلعب ديت عبارة عن نجوم المسرح بتاعها كويس، فهو بيبيع المنتج ده وبيبيع الإكستراس اللي حواليه يعني شو كامل مش بالزبط. مجرد ماتش بيتم نقله على الهواء بالظبط شو كامل. طب عشان برضو احنا للأسف الوقت جري جدا مع حضرتك، بس عايزين يعني في عجالة كده نعرف منك بحكم تخصصك وبحكم خبراتك السابقة وبحكم حتى تواجدك في مصر الفترة دي، انت شايف ان احنا مبدئيا ماشيين على الطريق الصح اللي وصلنا في نهاية المطاف ان ملاعبنا ما تقلش عن ملاعب انجلترا مثلا؟ هو احنا متأخرين شوية في فجوة لكن في خطوات، بس خطوات بطيئة يعني خطوات احنا محتاجين ان احنا نمشي اسرع من كده شوية، لان انت كل ما بتتقدم ببطء كل ما الفجوة بتزيد. اكيد اكيد. فده يعني ده رأيي الشخصي يعني. احنا نتمنى مبقاش في فجوات اصلا ويبقى ملاعبنا ما تقلش عن ملاعب اوروبا والعالم كله في جودتها، يعني شاكرين لحضرتك وجودك معانا النهارده نورت الدنيا. بس قبل ما نختم انا هروح من لنقطه كريم دي لان فعلا نقطه مهمه فكره الملاعب، لان للاسف ممكن الملاعب لو هي حالتها وحشه تؤثر على يعني اصابات اصابات وتؤدي قد تنهي حياه لاعب يعني. وللاسف احنا ممكن يكون الملاعب عندنا يعني ممكن تكون مش جيده الى حد ما في بعض الاحيان لدرجه ان هي ممكن تودي كوره في حته ثانيه يعني. هو لان في مشاكل لو في حضرتك هنتكلم. لا في مشاكل لا كارديات يعني. كارديات لا احنا عندنا مشاكل، لكن هو في ملعب واحد بس اللي موجود في مصر القاهره اللي معمول بنفس التكنولوجي اللي هي الجراس ماستر كويس، ده بيبقى زي هجين ومعظم انديه البريمير ليج كده على فكره، وفي انديه بتزود البلاستيك في الارضيه علشان طريقه لعبها زي نادي بيرنلي مثلا عنده 30% في الارضيه بتاعته بلاستيك، لان هو طريقه لعبهم ان هم بيلعبوا كور طويله، لكن مانشستر يونايتد عنده 2% بس لان هو طريقه لعبهم على الارض يعني. نقدر نفهم باشمهندس السيد برضو علشان قبل ما نختم الصوره تبقى اوصل للناس، احنا كده بنتكلم ان حركتنا بطيئه في فكره التطوير، ولكن احنا هل ماشيين على الطريق السليم؟ يعني حضرتك تواصلت مع مثلا مسؤولين والمسؤولين بيتكلموا ان احنا عايزين نستعين بالخبرات المصريه مثلا في الخارج اللي منهم حضرتك، برضو عشان الصوره تبقى واضحه. انا تواصلت في 2019 لكن بعد كده ما كانش فيه تواصل يعني بعد الميتنج الكبير دوت انا كده اديت اللي عليا، لكن للاسف ما فيش تواصل تاني. وانا يعني انا في خدمه البلد. طب بما انك هنا وحضرتك عايش في انجلترا اصلا. انا عايش في لندن. طب بما ان حضرتك هنا تبقى فرصه برضو جيده جدا يعني. انا اتمنى وانا تحت امر البلد يعني. نورت البلد ونورت البرنامج. سعداء بوجود حضرتك معانا وموفق ان شاء الله في اللي جاي باذن الله. كل التوفيق يا باشمهندس السيد، وان شاء الله فعلا النظره او الرؤيه اللي حضرتك بتتكلم فيها تكون عندنا في اقرب وقت، لان هي الفكره كلها يعني كل الجوانب هيستفيدوا مش بس جانب واحد، مش الجمهور فقط، لا حتى الاستثمار والناحيه التجاريه اعتقد هيبقى ليها عائد كبير جدا على الانديه المختلفه يعني. ان شاء الله نورتنا يا فندم. خلينا نروح فاصل ونرجع، هيكون معانا كابتن همام ومعانا كلام كتير جدا حول المباراه اللي كانت بالامس وكمان الست مباريات القادمه وفكره الحفاظ على اللقب. فاصل ونرجع نكمل.